سميتها هذا؟ كلا العاوي موتور دو موندو اكسيون. سيدي يوسفي أب اللاعبة هبة اليوسفي. هبة بدأت المسار ديالها الكروي في سن 7 سنوات، وهي الآن في سن 14 سنة هي عميدة المنتخب المغربي الأقل من 15 سنة. تعرفت على المنتخب النسوي عن طريق بنتي هبة، هي اللي كانت كتحكي لي بزاف عليهم. جا المناسبة ديال كأس أفريقيا اللي كانت تنظم في المغرب، وكنمشي وتفرجنا في لي ماتش. غزلان الشباك حكم التأثير ديال هبة هي معجبة بها بزاف. تأهل المنتخب النسوي الوطني المونديال، كنا حاضرين في مركب مولاي عبد الله، وعشنا واحد الأجواء يعني لا توصف، يعني صعيب باش نوصفها. رسالتي للمنتخب النسوي الوطني في هذا المونديال ان شاء الله يديروا النيه ويتقاتلوا، وان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله.